يمكن من أهم الأدوات اللي شرحتها في موقع الذكاء الاصطناعي رانواي ام ال وبيكالابس علشان تقدر تعمل من خلالهم فيديوهات. هعرفك في الحلقة دي بعض التعديلات اللي ممكن تستفيد بيها وتطلع الشغل بشكل أفضل واحترافية أعلى. هتروح على موقع رانواي ام ال، اسم الموقع موجود قدامك بالكامل، رانواي ام ال دوت كوم. اختار image to video وتحت مربع الوصف هنا هتلاقي حاجة جديدة هنا موشن، لما تضغط عليها هتلاقي هنا ظهر سلايدر علشان تظبط الحركة من 0 ل 10. يعني لو عايز حركة بسيطة في الفيديو بتاعك هتخلي المعدل على 1 أو 2، لكن لو عايز حركات كتير وسريعة هتخليه من 7 ل 10. أوريك تاني أوبشن تم إضافته، كاستم كاميرا كنترول، وده لسه جديد وتقدر منه تتحكم في حركة الكاميرا هوريزونتال وفيرتيكال وزوم وتعمل كمان رول. كمان هجرب ارفع صورة وحط علامة على الافكت اللي عايز تجربه وليكن زومين، وهخلي السبيد تكون على 6 واضغط على جينيريت. طب اجرب اعمل زوم اوت وكمان هخلي السرعة على 2 واضغط جينيريت. دي النتيجة. طبعا اللي شاف الحلقة كاملة هيعرف ان في فرق رهيب في استخدام الاداة بالشكل ده، وبانك تقدر تتحكم في الحركة والسرعة بتاعتها كمان. يعني مش مجرد انت بتكتب برومت وهو بيطلع الفيديو خلاص زي الاول، انت تقدر تحدد تفاصيل معينة زي ما انت عايز مع كل المؤثرات الموجودة جديدة على الموقع. وكذلك على موقع بيكالابس هترفع الصورة لكن هتحتاج تدخل برومت على عكس رانواي ام ال، وهتكون النتيجة بالشكل ده. الجودة عالية جدا ومعاك لحد 24 FPS. تقدر تشتغل على الموقعين وتجرب فيهم لحد ما تتقن الشغل عليهم بالأدوات الجديدة المتاحة، ويكون ده مصدر دخل ليك من خلال مواقع الخدمات المصغرة اللي تقدر تحقق منها حوالي $500 من إضافة الحركة للصور. وشفت ازاي تقدر تتحكم في الحركة دي وسرعتها. أتمنى التوفيق للجميع. دمتم بخير وأشوفكم الحلقة الجاية.